سيدات وسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع تعقد دورتها الرابعة بالمكلا. شركة النفط بساحل حضرموت توزع المشتقات النفطية على المحطات وتنفي إشاعات العجز التمويلي لديها. حادث مروري مروع يودي بحياة شابين وإصابة أربعة آخرين في طريق الشحر الحامي. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. احتضنت مدينة المكلا صباح اليوم أعمال الدورة الرابعة للهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع، ووقفت الدورة برئاسة الشيخ عمر بن حبريش رئيس المؤتمر أمام تقريرا عن رئاسة المؤتمر والأمانة العامة ونشاطهما المنفذ خلال الفترة الماضية، كما تناولت تشخيصا للعديد من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز دور المؤتمر وتطوير هيئاته لمواكبة المستجدات على الساحة الوطنية، بالإضافة إلى مقترح مقدم من رئاسة المؤتمر في اجتماعها الاستثنائي المنعقد الخميس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. علي عمر باثواب، عضو الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع. اجتمعنا اليوم في اجتماع الهيئة العليا للمؤتمر حضرموت الجامع في الدورة الرابعة للهيئة، وناقشنا جدول الأعمال والمستجدات في الساحة الحضرمية والساحة الخارجية بشكل عام السياسية والاقتصادية. وتشرفنا بحضور الأخ المحافظ اللواء فرج سالمين البحسري، وألقى كلمة شافية ضافية حول الوضع في حضرموت بشكل عام ومن كل الجوانب، واعتبرنا كلمة الأخ المحافظ هي ورقة أو خارطة الطريق من ضمن مخرجات الاجتماع اليوم. كذلك المقدم عمر بن حبريش لقى كلمة إضافية. أهم ما ناقشه اليوم الجامع طبعا اللي هو المطار اللي هو يشغل بال الجميع، وهناك تطمينات من المحافظ بأنه إن شاء الله في الأيام القريبة سوف يفتح. هناك اللي هو العمل الداخلي بالنسبة للجامع، العمل التنظيمي الداخلي، هناك طرحت أمور كثيرة من أهمها اللي هو إضراب المعلمين، أيضا إضراب القضاة. هذه القضايا كلها نوقشت وشكلت لها لجنة لمتابعتها مع المحافظ، وبإذن الله تأتي الحلول قريبا إن شاء الله. هذا وشكرا. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون المختبر العلمي المتكامل لمجمع بارشيد التعليمي بمنطقة العيون بمديرية غيل باوزير، والذي يأتي ضمن خطة التدخلات العاجلة لمشاريع تحسين البيئة المدرسية بدعم من قبل محافظ حضرموت. واطلع الوكيل عبدون بمعية مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت ناصر القرزي ومدير عام غيل باوزير الدكتور عدنان حمران على محتويات المختبر من الوسائل والأجهزة الحديثة العلمية المختبرية، مشيرا إلى أهمية هذه التدخلات النوعية التي ستسهم في تحسين جودة التعليم وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي للمقررات المنهجية. وخلال جولتهم التفقدية اطلعوا على سير العملية التعليمية في عدد من المدارس والثانويات وما ينفذ من خطة التقويم الدراسي اليومي والمتابعة والإشراف على مستوى أداء المعلمين والمعلمات، مؤكدين خلال لقائه بالإدارات المدرسية حرص قيادة المكتب على تذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام سير العملية، وموجهين بضرورة توفير الاحتياجات الضرورية من وسائل وتجهيزات إدارية. بدأت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت ابتداء من الخميس الماضي بتوزيع كميات كبيرة من المشتقات النفطية على محطات تعبئة الوقود التابعة لها ضمن نطاقها الجغرافي. وقال مدير عام شركة النفط بالساحل الدكتور خالد العكبري أنه يتم تزويد كل محطة بكميات لا تقل عن 8000 لتر
من مادة البترول يومياً قابلة للزيادة وفقاً واحتياجات السوق المحلي، وأن الشركة تمتلك 8 مليون لتر مخزون احتياطي من مادة البترول، مضيفاً أن الباخرة النفطية سيكنج التابعة لشركة حضرموت العالمية ستفرغ 10,000 طن متري من مادة البترول ليصبح إجمالي المادة المتوفرة أكثر من 21 مليون لتر تكفي لنحو شهر كامل. ونفى الدكتور العكبري صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عجز تمويلي لدى شركة النفط، مؤكدا بأن إدارة الشركة وكافة منتسبيها يعملون على مدار الساعة للإبقاء على حالة الاستقرار التمويلي للمحروقات بالمحافظة. تمكنت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت من إلقاء القبض على متهمان حاولا اغتيال القائم بأعمال مدير الاتصالات بأمن الوادي والصحراء المساعد قائد سالم باقميش، تم إيداعهما بالسجن. وأفاد المجني عليه عند تقديم بلاغه لشرطة سيئون بأنه تعرض لإطلاق النار مباشرة بساحة المستشفى بسيئون من قبل شخصين على متن سيارة، حيث باشرت الشرطة فورا التحرك إلى موقع مسرح الجريمة ليتم القبض على الجناة وفي وقت قياسي. وأكد مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني حرص الأجهزة الأمنية على سرعة التعامل مع البلاغات وضبط الجناة لينالوا جزاءهم العادل، داعيا المواطنين وعقال الحارات على التعاون مع الأمن لتثبيت الأمن والاستقرار. تعززت إدارة أمن غيل بنيومين بقوة أمنية جديدة بسيارات للدوريات ودراجات وأسلحة نارية بدعم من قيادة التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوزع على مركز أمن المديرية ومركز أمن العليب. وفي مراسيم التسليم أعرب مدير أمن غيل بنيومين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة المحافظة على دعمهم الكبير للملف الأمني، حاثا هذه القوة بالانضباط التام والقيام بمهامهم وواجباتهم والحفاظ على الدعم المقدم لهم. وأوضح مدير عام مديرية غيل بنيومين صالح مولى الدويلة بأن المديرية لأول مرة تحظى فيها بقوة أمنية كبيرة التي ستساعد الجنود في القيام بمهامهم المنوطة. أودي حادث مروري في طريق الشحر الحامي إلى وفاة شابين في العشرينات من العمر بعد اصطدام دراجتهم النارية التي يقودونها بسيارة هيلوكس. وقال مركز الإعلام الأمني بمديرية الشحر أن الحادث وقع عندما كانت عدد من الدراجات النارية تتسابق في الخط العام بسرعة جنونية عاكسة لخط السير قادمة من الحامي إلى الشحر لتصطدم أحد الدراجات التي كان على متنها شابان من مدينة الحامي بسيارة هيلوكس من الواجهة الأمامية، أدى إلى وفاتهم على الفور، كما أصيب 4 آخرين يقودون دراجتين آخرتين بعد سقوط دراجتهم النارية، وتم إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة. دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية بروم ميفا حسن العبودي حملة التحصين ضد مرض الحصبة بالمديرية للأطفال من 6 أشهر وحتى 15 عاما ومن سبق تحصينهم. وخلال التدشين أكد مدير مكتب الصحة ببروم ميفا على ضرورة تفاعل جميع شرائح المجتمع مع الحملة المهمة كونها تأتي للوقاية من مرض معدي وخطير وقاتل، داعيا جميع المواطنين للتوجه بأطفالهم إلى المرافق الصحية والمواقع المؤقتة للحصول على اللقاح. من جانبه أشار مشرف التحصين بالمديرية عرفة مطرال أن فترة حملة التحصين ضد مرض الحصبة إن عدد الأطفال المستهدفين خلال الحملة في مديرية بروم ميفع 11,673 طفلاً ب3 فرق ثابتة و19 فريقا متحركا
بمشاركة 44 مشاركا تم تدريبهم وتأهيلهم عبر برنامج تدريبي وتأهيلي. اختتم مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة مركز الملك سلمان لجراحة وقسطرة قلب الأطفال باليمن في مدينة المكلا، حيث أجريت في الحملة 100 عملية، منها 27 عملية قلب مفتوح و73 عملية قسطرة علاجية. وخلال مراسم الاختتام تم التوقيع على محضر تسليم معدات وتجهيزات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان إلى مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب. وقال رئيس مؤسسة نبض الأستاذ محمد باشعيب أن الحملة تعد من أكبر وأنجح الحملات التي استضافتها المؤسسة، وقدمت خبرات كبيرة لطاقم المركز من قبل كوادر عالية الخبرة من المشاركين في الحملة. هذا ويذكر أن هذه المنحة تأتي في إطار رغبة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في استدامة الخدمات الجراحية المقدمة لدى المؤسسة، وإلى نقل المعرفة والخبرات من الفريق التطوعي إلى الكوادر الوطنية لدى المؤسسة. تشهد مدينة المكلا وضواحيها أمطاراً بين الخفيفة والمتوسطة إلى غزيرة أحياناً في ضواحي غربي المكلا، سالت على إثرها بعض الشعاب، وسجلت محطة بروم هطول أمطار متفاوتة الغزارة بلغت 15 مليمتر سالت على إثرها بعض الشعاب الصغيرة، فيما شهدت المناطق بعد الشافعي أمطاراً متوسطة، وما زال تدفق السحب مستمراً يحمل أمطاراً خفيفة ورذاذ وزخات متفرقة. وقال المتنبئ الجوي المهندس عبد الرحمن حميد قد صرح بأنه ستبدأ بمشيئة الله من مساء أمس الجمعة تكاتف السحب الطبقية المنخفضة على ساحل حضرموت، وستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً على فترات. وقال حميد بأنه ستتأثر بعض أجزاء ضواحي المكلا الشرقية بهطول زخات أمطار متفرقة وتساقط للرذاذ على بقية المناطق الساحلية، تبدأ من مساء الجمعة بمشيئة الله تعالى وتستمر حتى نهاية الأسبوع. حقق فريق شباب عينات فوزا مستحقا على فريق اتحاد حورة بنتيجة 5-3 خلال لقائهم في المرحلة الثالثة من بطولة فرع اتحاد كرة قدم حضرموت الوادي التنشيطية على أرضية ملعب الشهيد جواس. وسجل في المباراة أسرع هدف للبطولة في 2:13 من انطلاقة صافرة البداية بقدم مهاجم عينات، وبفوز عينات غادر اتحاد حورة البطولة بعد تلقيه الخسارة الثانية في البطولة، حيث تلقى خسارته الأولى في الجولة الثانية من فريق البرق بتريم بنتيجة 3-0، بينما فريق شباب عينات بجعبته خسارة واحدة بركلات الترجيح من فريق شباب الهجرين. السيدات والسادة، خطاب هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع تعقد دورتها الرابعة بالمكلا. شركة النفط بساحل حضرموت توزع المشتقات النفطية على المحطات وتنفي إشاعات العجز التمويني لديها. حادث مروري مروع يودي بحياة شابين وإصابة 4 آخرين في طريق الشحر الحامي. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.